وعيد الحب ومن الاخر الليله ليله المفاجات. رح نتعرف على عده قصص حب بخلال البرنامج، كيف بيكون الحب البريء مع ولد اتصل فينا وحب يفاجئ صديقته ويعبر لها عن حبه خلال البرنامج. قصه حب فريده من نوعها مع شخصين مكفوفين، عبده ويسرى. اعلاميه بتغني الحب بعده لغات، ندى عيتاني. هو أطلق أغنية رقم واحد بالإنجليزي عالميا من 30 سنة، موجود معنا الليلة جاس فرح. إذا بدكم تهدوا الحبيب بكره كيكس على فالنتاين، أفكار عديدة لأول مرة رح نشوفها مع سارس بيكري. أهلا وسهلا فيكم بحلقة الليلة ضمن الآخر. بعد في مفاجأة ولأول مرة بتصير على التلفزيون بلبنان، شاب رح يطلب إيد صديقته ويعمل بروبوزل على الهواء. لكل الصبايا يلي عم تحضرنا هلا، ركزوا منيح خلال الحلقه، ممكن هالشاب يكون حبيبك. يا ما داخل الليله مع راشد محسني، باتريسيا نامور، ياسر رامي، ولا منصور، جورج حرب، ورولا كادر. اهلا وسهلا فيكم جميعا، كل هن اجواء الحب. ان شاء الله كلكم تكونوا باجواء الحب. على سيره الحب بدنا نسلم على حبيب غبريل، بنغنج له دائما حب. حبيب غبريل، هيدي تحيه منا لك. اذا سامعين في كثير زقيف لانه هن جايين من ابرشمون وهن مدرسه اكاديميه الشرق الجديد، اهلا وسهلا فيكم. حلقتنا مع سورة الأسبوع. أنا بس لحظة قبل سورة الأسبوع، نعم. حبيت أعبركم قديه بحبكم بيير واحد واحد. جورج إذا فيك تجيب لنا البوكس اليوم فالنتاين، وأنتوا عيلتي الثانية هون، وحبيت هيك بسمول هيك جيست صغير لكل واحد بيناتكم، لكم قديه بحبكم. برافو نور. مش معقول. رولا. واو، حياتي جورج. مش معقول، ها فظيعة. يا ربتي حياتي، ميرسي. هاي بمسك تاني. شو هيدا؟ انت لإلك خير. مش معقول ولا كادة، دايما مفاجآت حبيبتي. فاتي ايه ايه ميرسي نور، ميرسي نور. ليش طلعنا كنا تعال. ما كنت تنسي انا بترد لهم بعد. سمعت بير بترد لهم بعد في شغلي بعد. بس كمان بحب اتمنى لاهل مرتي اللي اليوم عيد زواجهم كمان، بيكون نديم زكي. عبالي المية لكينا، عبالي المية افتكرتك تجيب لي وردة راشد محسني. تاكس مولا لكينا شيك مليون بوسة، مليون بوسة. خدنا البوسة الأولى ببداية الحلقة، مليون وحدة. على أمل تضلك على وعدك. خلينا دغري نبلش حلقتنا مع سورة الأسبوع. شاب لبناني تعرف العالم عليه من خلال الام تي في، وكان ضيف ببرنامجنا السنه الماضيه، بوقتها قلنا كلنا انه صوته
احلى صوت. هالشاب اسمه انطوني توما، منتابع الصوره سوا. هالصوره انوضعت على صفحه ذا فويس بفرنسا على فيسبوك واخذ اكثر من 33 الف لايك على هيدي الصوره. اول شيء بقول له الف مبروك لانطوني توما يلي عم بيمثل لبنان ببرنامج ذا فويس على تي اف ان. انطوني موجود معنا مباشره من فرنسا عبر سكايب. انطوني مساء الخير. مساء الخير. اولا انطوني ما فينا الا ما نزقفك زقفه كثير كبيره منا ومن كل الجمهور. انطوني من سنه على القد كنت قاعد معنا بالاستوديو من الاخر وانا جرأت وقلت انه صوتك هو احلى صوت قطع على هيدا البلاتو. في كثير ناس حضروا الحلقه وقالوا ماشي الحال هلا هيدا الشاب بتقول له صوتك احلى صوت، يعني في فنانين كبار برزوا كثير وما عملتوا لهم هالقد اهميه، بس اليوم الاهميه اجت مش منا، اجت من اهم اربع فنانين بفرنسا يلي اربعتهم وقفوا لك وزقفوا لك واربعتهم قالوا خلال برنامج ذا فويس بفرنسا انه صوتك من احلى الاصوات يلي قطعت امامهم. قديش مبسوط من هالشيء وكيف هذا التحدي يلي قمت فيه اليوم من وقتها ما كنت ببيروت لحديت ما تروح على فرنسا، كيف فيك تختصره بكلمتين؟ اول شيء حابب اقول انه رايك انت برايك فيي بهمني قد ما راي جارو وجينيفر والبقيه كمان وكل اللي معك على الطاوله. بتذكر كثير من هالحلقه معك وكثير اثرت فيي. كمان ذا فويس انا قدمت بالصيفيه على الكاستنج اونلاين ودقوا لي قالوا لي اجي اعمل كاستنج هون. عملت ثلاثه اما اربع كاستنج قبل اللي شفتوه انتم على التي في قبل الاوديشن على فيرد والحمد لله لحد هلا ماشي الحال وعم بعمل قد ما في يعني كرمال تكونوا مبسوطين وكمان انا اكون مبسوط وكمان موسم. انطوني عملوا لك ساندينج اوفيشن للكوتش خلال البرنامج ولاول مره شفنا انه اخذت المبادره وطلبت منهم يطلعوا ويغنوا معك غنيه. بوقتها كيف اخذت المبادره وكنت لايف بفرنسا وشو يلي شجعك تقوم بهذه المبادره وليش فكرت فيها؟ هلا في عالم كتبوا انه سيتي بريتونسيو يعني كان انا شايف حالي كمان بطلب من عالم يطلعوا يدقوا معي بس انا ابدا ما كان هيك، كان بالعكس كنت مش عارف مين بدي نقي وكان بدي اربح شويه وقت وكنت كثير عتلان هم نقي الشخص الغلط لانه بالايتاب اللي جايه هلا الكوتش هو بينقي مين بده يخلي ومين بده يبعت على البيت. سو كان بدي ابسوليومون نقي الشخص اللي رح يتركني بالايتاب الجايه ومش هيك طلبت منهم يطلعوا على المسرح. قلت اكيد رح احس شيء مع حدا منهم وهيك بعرف نقي اهين. عندك جمهور كثير كبير بلبنان بالوطن العربي، بعرف في كثير من الجزائر، في كثير من المغرب، في كثير من تونس، كل البلاد الفرانكوفونيه عم بتكون الى جانبك وعم بتكون داعمتك. خبرني بفرنسا الفرنسويه كيف عم بتكون رده فعله معك؟ يعني معتبرينك ككانديدا مثلك مثل باقي الكانديدايات ولا معتبرينك ككانديدا لبناني وبركي هون في اهتمام اقل او اكثر؟ انت بدك تقلي. اول شيء بدي اقول ميرسي للبنان لانه عم شجعوني كلهم يعني بعرف انه كثير عاملين هيك هملوجه صغيره بلبنان وهذا الشيء كثير بيساعدني انا كمل هون وكمل اعرف انه بلدي مبسوط مني. الفرنسويه كيف حاضنينك الفرنسويه؟ كيف عم بيكونوا معك؟ الفرنسوية كتير منيح كمان انبسطوا بالبرستاسيون اللي عملتها بيعنوني مثل غيري بالعكس مبسوطين بيقولوا انه ما كانوا بيعرفوا انه في لبنانيه مثلا بيحكوني عن الفرنساوي تبعي انه بتحكي كتير منيح فرنساوي كيف ما انا جاي من لبنان وعم جرب قد ما في فسر لهم انه بنحكي مينيموم لختين اذا مش ثلاثه بلبنان وانه في كتير مثلي بلبنان وبس انا هون جي لا شانس انه اكون بلبنان وفي كتير مثلي موهوبين وبيستحقوا كمان يعني عم كمان بدنا نزقفك عليها مش بس عم بتغني هونيك عم بتكون سفير للبنان بنفس الوقت. جورج حرب من الاخر يعني من الاخر شو بدي اقول لك انطوني انت قلتها وبتعرف سنة الماضي قد ايه كنا مبسوطين بوجودك رفعت لنا راسنا من جهه واثرت فينا من جهه ثانيه. بدي استفيد من وجودك على سكايب معنا بركي بتوجه انت رساله لليونج تالنت اللبنانيه اللي مدعومين من برامج بلبنان او مش مدعومين تيتشجعوا ويلحقوا الطريق نفسه اللي انت عملته.
أنا بتمنى إنه كمان لبعدين ما يضطر الواحد يطلع من لبنان كرمال يبين وكمان العالم يحبوه، وبطلب من كل، لأنه بعرف قد في عالم موهوبين بلبنان ودي تالون، يعني أنا مش بس أنا، وبتمنى لهم السكسي، وأهم شيء أهم شيء ما تطوطوا إيديكم، ما توقفوا، دايركم عم بتجربوا إلا ما تنقش بشي محل. وكتير حابب أقول لأنه عم بقرا كذا محل إنه في عالم عم بينتقدوني لأني فليت من لبنان، كتير حابب أقول إنه أنا مغلوم ببلدي، ولو ماني متطير فيل ما كنت فليت. أنت ما فليت من لبنان، أنت راح تتمثل لبنان وأنت راح ترفع اسم لبنان بالعالي، وهيدا أكيد ما فينا نكون غير مبسوطين لهذا الشيء، ما فينا غير نقول لك إنه شابو با على كل يلي عم تعمله. من الآخر راشد بحصل لكلمة أخيرة. أنتوني حبيبي، أنا السنة الماضية شبهتك بإلتون جون والبيانو تبعه، هلأ بسحبها وبسمح لحالي أقول لك أنه عم شوف قدام مني أنتوني والبيانو تبعه اللي قدر وقف حواليه أهم أربعة بالشانسون فرانسيز. بهنيك والله يكون معك. رولا كادي أنتوني توما الحلو المهضوم، ليك هالضحكة ما معقولة، المهضوم الحلو الشجاع التالنتيو بتعقد، وي لاف يو اي لاف يو سو ماتش، بون كوراج. انتبه رولا كادي بعدها عزبة. لا 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 مش مزبوط. أنتوني توما بدي أتمنى لك كل النجاح، بعدك ببداية المسابقة، بعد ما في شيء نلعب، النتيجة النهائية بعدها بعيدة كثير والطريق بعدها صعب كثير، مشان هيك بدنا مثل ما كلهم قالوا لك تضلك مركز دائما وتضلك دائما عم تتفوق على نفسك وعم تتفوق كمان على باقي المشتركين حتى نقدر نشوف أنتوني توما إن شاء الله بفينال ذا فويس. بدي أطلب من كل المشاهدين اللي عم يحضرونا هلا يبلشوا التصويت لأنتوني توما، إذا أنتم عايشين بفرنسا وفيكم تصوتوا بليز صوته لأنتوني توما لأنه عم يمثل لبنان، وأهم شيء أنه عم يرفع اسم لبنان بالعالي. أنتوني good luck وthank you. ميرسي بوكو لإلك لكل شيء من قبل، أنت طلعتني على الشو تبعك وساعدتني، وأنا أحب أشكرك، وأنا بتمنى لكل لبنان أنا جوي فيرد ميو توصل أبعد شيء فيي، وإن كيس خسرت برجع مبسوط كثير على لبنان. بنرجع بنستقبلك هون شو بدك ما تعتل. ها شكرا لأنتوني. تابعينا من الآخر وهلأ عايشين عكيفهم. بدأت بتقديم البرامج الترفيهية الاجتماعية والشبابية بإذاعة الشرق من سنة 2009، كما قدمت برامج تلفزيونية على الفيوتشر تي في من بعدها. تميزت بصوت جميل، رافق عدة إعلانات وبرامج بالإضافة لدبلجة الأفلام. من سنة 2009 بلشت تغني وصوتها رائع، خلينا دغري نسمع ونستقبل ندى عيتاني. That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true, guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. فظيعة ندى عيتاني. مساء الخير ندى. مساء النور، كيفك؟ هابي فالنتاين. ثانك يو. وإلك. تفضلي يا ندى. ضل مطرحي أو بس. وهيدي الوردة إلي. ثانك يو.
وهيدا المايك لمين؟ هيدا المايك لك. وحدة بوحدة. ندى عيتاني وين مخبية كل هالصوت؟ بالبيت بالحمام عم بمزح. لا لا عم نطلقوا للصوت. لازم تقعد مع بنقوا الناس عم نطلقوا شوي. لا بس صراحة 2004 قررت تغني يعني ولا؟ لا أنا بلشت كعمري 7 سنين يعني بس بلشت بأم كلثوم أو لحظة أم كلثوم. خليكي على البيروتي خليكي على البيروتي. لا خلينا أصيلي أم كلثوم. كنت تغنيها بدوش قد ايه كان ياخذ معك الحمام؟ ما قد ايه غنيتها ساعة ونص؟ لأنه كنت غني مقاطع مع ماما وهيك، ماما بتحب الدندن بس أنا أخذتها من بابا، بابا بدق وبيعزف وبيغني صوته كثير حلو وعمومتي كمان عندهم فرقة كان فترانزن. طيب خلقتي بهذا الانفيرونمون ومن أنت وصغيرة الكل بالبيت بغني، ليه اتجهتي على الإعلام ما اتجهتي على الغنى؟ لانه بتعرف يعني بقى بنرجع خليها بالبيروتي ما كثير يعني ما كثير بحبزوا انه انا فوت بهذا المجال وبعدين لما فتت بمجال الاعلام اكثر وطلعت على هذا يعني بدك نحكي الصراحه ما حسيته المجال اللي انا بدي خوض فيه هالتجربه او بدي اعمل كارير منه لانه بالنهايه ما في استقرار وفي الفن عم تحكي هون ولا عن الغناء بالتحديد يعني كنا عم نشوفك على فيتشر تي في وفجاه وقفتي كنت عم بقدم بعالم الصباح فقره وبعمل انا صوت لعالم الصباح الفي او تبع البرنامج عملي لنا في او عالم الصباح تنسمع بحلقه اليوم من عالم الصباح بنتابع الابراج مع كارمن على صحه السلامه مع روا واخر الاتصالات اوكي وقفتي وقفت هلا بس عم بعمل صوت حاليا لانه تغيرت البلان رايحه على البرازيل بعد شي شهر تقريبا رايحين رح اعمل تغطيه للورلد كاب مع الفيوتشر قبل لا مش مع الفيوتشر مع شركه انتاج بالبرازيل تحديدا بفلوريانوبوليس وراح نعمل تغطيه قبل يعني تحت كل التحضيرات اللي عم بتصير قبل الورلد كاب قبل بسنه حتى وبنرجع من رح تعمل ايه بالبرازيل الى اجل غير مسمى هلا اول شيء بدي اروح واجي برجع بعدين بروح وقت كفايه ندى بدك تتعلمي كم هزه خصر مع صوت واكيد حتنشهري بالبرازيل يلا بركي يعني غني بالبرازيل مثلا نحكي امبارح على ما نحن شاطرين دائما بنروح لمحل لنبين هون ما بتزبط انت شو مقهور انت شو بس انت رحت على شيء بنبين انا عرفت هونيك بس بغير اشياء ندى عيتاني على اذاعه الشرق كنت تقدمي عدد برامج بيناتهم كان في 6:30 كان في بصراحه مع ندى وكان في على هوانا صح يعني اي برنامج اكثر واحد بيشبهك واكثر واحد انت كنت تنبسطي وقت تقدمي هلا ثلاثتهم مختلفين يعني انا بقدم بطلع بشكل يومي وبالبيك تايم يعني من 5 للـ6 او من 6 للـ7 حسب البرامج ويعني على هوانا اجتماعي بناقش كل شيء اجتماعي يومي كنت أقدمه أنا وعباس حسن وأيضا 6:30 كان ترفيهي أكثر وفي مقابلات مع فنانين لايف وإضافة بصراحة مع ندى كان شبابي فكل واحد دايركشن فحاولت من خلال الإذاعة بتاخد راحتك أكثر أمرار من التلفزيون ما في فرص دايما بالتيفي فبتقدر تنوع بالمواضيع تنوع بأنواع البرامج وتقدر توصل لكل الشرائح والمستمعين هلأ شو رح تعملي فيهم؟ رح تطلعي لايف من بتعرف رح اشتاق لهم كثير لانه بتنغرم بالاذاعه رولا قاعده بشو حتتميزي عن غيرك بموضوع الغنى لانه عم نشوف كثير استضفنا كثير كمان عنا على البلاتو من سنين لهلا كمان تالنتس كثير بغنوا انجلش و انا بغني انجلش وعربي هيدا اللي بدي اعرف بتغني انجلش وعربي بذات الوقت يعني وقت تكوني عم تعملي شي كونسرت اما بتكوني بحفله اما شي بريفي بتغني الاثنين بغني كل بفرنش وانجلش وعربي بغني باي مناسبه يعني عنا اياها بس انه ما بعرف انا يمكن اللي بينتبهوا له فيي اكثر بحبوا خامه صوتي العريض يعني القرار اللي بصوتي ما كثير بلاقوه حتى على الاذاعه نفس الشيء انه القرار عند البنت مفقود نوعا ما هالايام فهيدا بنهي ما بياخذوا قرارات يعني طب سامعين شي عربي حلو بعد عندكم وقت لنغني يلا بالعربي تفضلي الله يعينكم يلا شي عربي وغرام من وحي المناسب هيدي هيدي دورون اوكي تفضلي هيدي اغنية كثير بحبها لأنغام اسمها يا طيب ما بعرف إذا بتعرفوها بتقول يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر لي العالم معنى الحب
انشوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان في هتبط القلب بتتعيب يا يا طيب فبيسا الأمور رح أنهي معي في قرار وجواب. طب نادا عرفنا انك سينجل وعرفنا انه كمان ايه لا ما في يا ريت لكن دبرت لحالي انا يعني سؤالك شو عبالك كيف كان عبالك يكون بروبوزل مثلا اذا عبالك هيك يركع عم بمزح على القشرتين ما بتعرفي ما عندي لا فتى احلام معين براسي ولا جاي على الحصان ولا على ما عندي هول ولا البروبوزل وهيك انا بتفقص معي ما بتعرفي امرا بيكون بشيع حلو ما عنده ولا مواصفه من اللي بحلم فيهم كيف ما تفقص لكل شاب بشيع بلا مواصفه حبيبي تك بلا شخصية بلا عم تقطع باسفل الشاشه انا فكرتك نقيتي ليس سمعت الإعلام وبعدك يا عيد ما عم طلع رولا رولا مبسوط أنا فكرتك نقيتي غنية Someone Like You لأدال أحلى غنية عندي ميرسي أول شيء غنيتي لنا إياها فكرتك عم تلطشي حدا فالنتاين شو وضعك مع الغرام هو مين ما كان I'm gonna find someone like him someone better مش best like you better مهم للكل مهم غيره لازم نفكر بالمغرومين حرم وفالنتاين تركيين بدنا نقول لهم you will find better and better لكل اكيد وما يخافي راح يحبوا اكيد نحن السناجل من الاخر ندى انا سناجل وهيدي اندو بيردو ديس دو روتروفي وقت فاكر انه مضبوطه تركي وضلك ناطره يجوا عكرا جورج انا بعرف شوي ندى من الراديو ومش هاي البارت الهضامي اللي عم نشوفها هلا فكتير كثير بوزيتيفلي سربرايز والصوت كمان كثير حلو يعني سجلي هالبارت تبع حطيه على الراديو ندى انا كثير حبيتك بالعربي كثير حبيتك وعم تغني عربي عندك خامه صوتيه كثير حلوه وبيلبق لك وانت كثير حلو مثل ما قلت لي وان شاء الله تلاقي عريس كتير حلو كتير حلو مثلك بيستاهل هيك وعلى قديك مدي بقول أنا بعمل لك هيك نادع تاني عن جد أنت شخص عنده مواصفات كتيرة مالتي تالنتد مثل ما قلت بركي مش دايما مهم شخص يبرز بمجال معين إنما إذا هو ناجح بكل المجالات بيكون عنده قيمة مضافة على باقي زملائه مش هيك نحن بدنا نقول لك إن شاء الله دايما نضلك متابعة بالشغف اللي عندك هي وجود لك على الإكسبرينس اللي رح تعيشيها بالبرازيل اللي هي ابتداء من شهر الجاي وتقريبا لنهايه المونديال بال 2014 ان شاء الله تغطي منيح المونديال وتجيبي لنا سكوبات رح يكونوا لاي محطه تلفزيون يعني هلا الماتيريال عم تنباع لمحطات بيوروب ومحطات بالميدل ايست حاليا كمان عم بيحاولوا يغطوا هيدا الشيء كله ماتيريال بالعربي بالعربي حاليا هني عم بيصوروا اكيد بالانجلش والبرتغيز بس انت البارتي ولكن تبعتي ولكن انا البارتي عربي خلينا بالعربي هلا بدنا نقول لك جود لاك وتروحي ترجعي بالسلامه شكرا كثير ندعيتنا لوجودك معنا الليله وهابي فالنتاين هيك اول بحلقتنا بوقت البريك ما تفوتوا لمحل بلشوا فوتوا وعلقوا على الحلقه بريكم يا شباب هو بيعبر مثله مثل غيره يعني انه نعم. عادي انه مثله مثل غيره انت اي شخص بيقشع يعني بالنسبه لك اكيد مش معاملته يعني اللي خلتني احس انه هو هيك حنون وهيك انه انا احيانا بغلط وهيك وما بسمع الكلمه اه بتعذبين I love you you know the love is free for all I love you you know you love me too نجاح الغنية كله على مدى 30 سنه قد ايه فوت لك مصاري مشي بس مشي ابدا لا لا لا. ليه ساسام اليوم ما عطوك مصاري وير ان لبنان ما بيطلع لك من ساسام انا صراحه انه مرات فكر هيك كثير انه اذا انا وستيفاني هالقد رفقه انه نعرف انه اذا منصاحب ومنترك منصير بطل اصحاب فبيكون هيدي الريليشن اللي كنا عنا اياها وكنا كثير مبسوطين فيها يمكن تروح شي يوم او اذا منصاحب يعني كثير اكثر على كل الجوي انت قلت لنا وقت اتصلت فينا ونحن حبينا كثير المبادره تبعيتك انه عندك شيء كثير مهم بدك تعلنه على الهواء
متابعين حلة الليلة يلي هي خاصة بفالنتاين، في علبة حد طلبوا مني ما افتحها غير على الهواء، بقى رح افتحها دغري على الهواء. بعد وجهك يا بيير. لا ما بجد. لكن من الإعلامية جمانة أبو عيد بدنا نقول لها ثانكس كثير لجمانة. سبيكينج روزز. ليك شو بعض بيك. وبدنا نقول لها باي ذا واي بدنا نقول لها مبروك كمان لجمانة على المحل الجديد سبيكينج روزز، بتكتب على الوردة وبتكتب بالذهب بحبك اي لاف يو وبحبك بيير اند اول ذا تيم بي ماين جمانة. هلا اي يورز جمانة بعيد لك ألف مبروك يعني على سبيكينج روزز المحل الجديد اللي افتتحته بكليمانسو وعم حلو كثير عم بيقولوا لي كمان جمانة قسم من حق هول الورده بسبيكينج روزز رح يروح ريعون للتشيلدرن كانسر سنتر مثل ما دائما وعدتنا. جمانة بعيد دائما بهاللفته الانسانيه مثل هيك بوجه لك تحيه كثير كبيره وشكرا كثير للبوكي والارانجمون. تابعين من الاخر وهلا بلا قطع عن حديثكم. تعرفوا على بعضهم بالمدرسة اللبنانية للضرير والقصام، اثنيناتهم بيتعلموا بهالمدرسة، هو شبه مكفوف وهي مكفوفة بالكامل، نشأت بيناتهم قصة حب مليانة أحاسيس ومشاعر، رح نستقبل سوا وموجودين حدا عدته بليلة عيد العشاء عبده ويسرى تيخبرونا أكثر على علاقتهم الحبية. مساء الخير يسرى، مساء الخير عبده. مساء النور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. عبدو يسرى علاقة حب بجامعتكم من كم سنة؟ ست سنين بتحبوا بعض؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ كنا تلاميذ بالمدرسة وتعرفنا على بعضنا وصار في علاقة حب بيناتنا وبعدنا مكفين وإن شاء الله رح تستمر تتطور أكثر. أكيد إن شاء الله تتطور ونفرح منكم عبدو. يسرى مساء الخير. مساء النور. خبرينا وقت تعرفت على عبده كيف تقربتوا اكثر من بعض وهل علاقه الحب كيف بلشت وانت كيف قدرت تميز عبده عن باقي الاشخاص اللي كانوا معك بالمدرسه؟ اوكي انا عبده اول شيء كان صديقي. نعم اول شيء هون وبعدين انه هيك حكي معي وانه قال لي كلمتين حلوين وقال ايه قال لي انه بدي يحكي معي واللي ميز عن باقي الشباب انه هو كثير حنون وقلبه طيب. يا عبده كيف بيعبر الشخص المكفوف عن حبه وكيف فيك تميز انه هو حنون اكثر من غيره؟ هلا بالنسبه للتعبير انه انا هو بيعبر مثله مثل غيره يعني انه نعم. عادي انه مثله مثل غيره مثل اي شخص بيقشع يعني بالنسبه لتعبير. اكيد مش ضروري معاملته يعني اللي خلتني احس انه هو هيك حنون وهيك انه انا احيانا بغلط وهيك وما بسمع الكلمه بتعذبيه شكلك بتعذبيه لعبده مثل شو خبرينا مثل شو ما مش خاطر على بالي شيء هلا حاليا شو عبده يعني اذا بدي اظهر على محل نعم افترضنا ممكن يكون معارض شوي بغار عبدولا شو القصة يا عبده بتغار؟ هلا الغيرة لابد لغنى عنا يعني وكل انسان بغار يعني خاصة إذا بحب مضبوط خبرونا امتين رح نفرح منكم؟ ان شاء الله قريبا نحن عم نسعى لانه نلاقي وظائف هلا ان شاء الله نلاقي وظائف وبعد الوظيفه بيناتكم عندكم شهادات جامعيه نعم بشو انا مجاز بالعلوم السياسيه والاداريه وهي مجازه بالتاريخ انا تاريخ بالتاريخ لكن بركي الاشخاص اللي عم يحضرونا اليوم صعب كثير تلاقوا وظيفه بالجامعه بيساعدوكم تلاقوا وظائف لا كل واحد لازم هو يتكل على حاله لازم يتكل على حاله وان شاء الله خير يا رب يعني نحن وإن الله رد زلقيته الوظيفة رح تتجوزوا؟ إن شاء الله أكيد طب أنا بدي أعرف منكم عبدو شو أكتر شي بتحبه بيسرى ويسرى شو أكتر شي بتحبيه بعبدو؟
بالنسبة لي أنا أنا قلت لكم إنه حنيته وطيبة قلبه. أوكي. ويعبدو. أنا بيعجبني فيها إنه بنت راكزة وجدية مش. ما بتظهر. لا. طب في كوبل بغنوا كتير مشهورين اسمه أمادو وميريام، اثنيناتهم عميان وبغنوا سوا لهم فترة وكتير مغرومين بعضهم، يعني حتى الأغاني تبعهم كتير بيعبروا عن الحب لبعضهم من خلال الأغاني. في مرة ميريام لأنه في عن فيها مجال ترجع تقشع قالوا لأنه فينا نعمل لك عملية بترجع تقشعي، رفضت لأنه حاست عبالها تضل بهيدا العالم يلي هن اثنيناتهم موجودين فيه. إذا حدا منكم رجع إشع بتحس إنه بتتغير العلاقة بيناتكم؟ ما لا، الشغلة بترجع للأشخاص، بترجع للوفاء بيناتهم. أنا بقول نفسيات إنها ما بتسمح لنا إنه ممكن نغير نفسيات. بتيجي نفسيات هلا بتحبوا بعضكم يعني. لا هلا انا بقول لكم اذا رجعتوا تقشعوا يعني كل واحد احلى من الثاني يعني ما شاء الله عليكم بس كيف تتخيلوا بعض يعني عبدو بدي اسالك كيف متخيلها انت ليسرى؟ لا انا بقشع شوي، انا كنت اشع اكثر من هيك، بقشع شوي وانا بوصف له شكلي يعني مشان هيك بتغار عليا. شايف الجمال عندك يسرى؟ شو عندك؟ شو بتحلمي؟ شو حلمك؟ كل صبية حلمها تتعرف على رجل أحلامها. تعرفت اليوم على عبده وبعدين؟ كون أنا وياه بنفس البيت. جيبي أولاد؟ بتحب تكون أم؟ إيه أكيد. مش حلو الزواج بلا أولاد. حلو كتير. ما هو اللي بيسلم. رولا منصور. أنا بس بدي أقول لكم أنه الخيال مرات أحلى من الحقيقة. نحن بنقرأ كتب ومنتخيل وبعدين بس نرجع نحضر الفيلم تبع هالكتاب نرجع دايماً منكون نلاقي الكتاب أحسن. منلاقي الكتاب أحلى لأنه دايماً الخيال أحلى. بس بدي أقول لكم أنه أنا كتير مبسوطة فيكم اليوم وعم نتعلم أنه الجمال الداخلي هو أهم بكتير بكتير من الجمال الخارجي وأنتوا أكبر برهان. من الاخر راشد بحصلي بدي اقول لكم شغله بالحب عاده بيقولوا من العين للعين والقلب للقلب بيصير بتكون بلشت علاقه بنظره بنظره قلب للقلب انتم اختصرتوها وجاي اقوى بكثير بلشت من القلب وخلصت بالقلب بهنيكم تدريس الامور انا كمان دائما بتذكر جمله سانت اكزوبيري اللي بتقول انه المهم من شعب العين شعب القلب فانتوا اكيد بتقشعوا احسن منا بكثير والله يخليكم لبعضكم ويكبر حلمكم مع بعض ياسر رامي انا بتمنى لكم انه تتجوزوا قريبا وتحققوا احلامكم لانه بيلبق لكم بنين بتحبوا بعضكم كثير رولا منصور وانا كمان بدي ازيد على الامثال في مثل بيقول الحب اعمى قد ما واحد بينغرم كثير ببطل ايش هالشيء بقى كلنا بالهوا سوا مثلنا مثلكم شاش حرب بعد في الحب اذا بعد في الحب من اول نظره كمان رح نشيلها هي رح نقول من اول احساس ومن اول لمسه وعن جد انا كمان مثل الياس بتمنى لكم تلاقوا شغل أسرع وقت ممكن وتتجوزوا وتربوا عائلة لأنه هيك محبة بين اثنين حرام ما تترجم بعائلة وولاد الله يوفقكم عبدو ويسرى كلنا أكيد بعيد الحب بتحبوا توجهوها لكل الأشخاص اللي بحبوا بعضهم إذا حب رح بلش معك يسرى ما يزعلوا بعضهم مثلا كل اثنين وينعاد عليهم إن شاء الله وعبدو أنا بقول يعني انا بقول اللي بيحب يعني ما يخبي عمره ما يخبي لانه بلا حب ما مش حلو لا الحياه ولا الدنيا ولا حلو كثير واكيد نحن تعلمنا من هالتجربه قديش الحب دائما بيكون اقوى وبيكون طاغي على كل الاحاسيس مشان هيك انا بدي اقول لكم هابي فالنتاين يسرى وعبرو وشكرا كثير لوجودكم معنا الليله تابعين من الاخر وهلا عايشين على كيفكم
هو موسيقى مميز ومن أول مين غنى باللغة الإنجليزية بلبنان. بدأ بالموسيقى بعمر 14 سنة، أسس بعمر 15 سنة فرقة مع ثلاثة من أصحابه، وبعمر 17 سنة شارك بمهرجانات موسيقية عديدة وربح المركز الأول، بالإضافة لمشاركته بحفلات وبرامج كتار. بعمر 20 سنة بدأ بالتأليف الموسيقى لعدد كبير من الإعلانات والأفلام السينمائية، وعلى 22 سافر لفرنسا وبلجيكا حيث شارك بمقابلات عالمية. سنة 83 أنا خلقت، وهو أصدر أول ألبوم لأله وربح اسمه إيكوز، وربح بالسنة ذاتها المركز الأول بمهرجان الموسيقى العالمي بألمانيا بمشاركة 99 بلد. أغاني عديدة من إيكوز وصلوا للعالمية ودخلوا البيلبورد وورلد توب 20. خلينا نستعيد ذكريات وأغاني ونسمع سوا غاز فرح. Sitting in my room, playing my guitar, thinking of you though you're not so far. Playing all tunes it's in my ear, singing all the words that I once said. I love you, you know, the love is free for all. I love you, you know you love me too. Love me too. Love me too. Come on home, sorry girl, for what I've done to you. All the silly things I shouldn't do. No. Now I blame myself for doing wrong. And for you in return I play this song. I love you, you know, the love is free for all. I love you, you know you love me too. Said I love you, you know, the love is free for all. I love you, you know you love me too. Love me too. Love me too. Come on, hold me tight, just like before. Let us live for love, but not for more. No. Let us show you the stars that's in the sky. Let's try to be born again before we die. I love you, you know, the love is free for all. I love you, you know, you love me too. Said I love you, you know, the love is free for all. I love you, you know, you love me too. Love me too. Love me too. I love you. Don't you know I love you, babe? غاز فرح فظيع. غاز زفوا له بعد زفنا غاز فرح. مساء الخير غاز. تفضل. ما حنكسرها؟ اهلا وسهلا فيك غاز. هلا والله. غاز فرح اسم الله عليك. هيدي الغنية بتذكر من انا وصغير بسمعها على الراديو. قد ايه عمر الغنية؟ I started عملتها ب 1975 75 76 something like that. غنية ضيعت اكثر من 30 سنه وبعد بس it was released بال 80s. الحمد لله. اول شيء خليني اعمل سبيشال ثانكس للبروديوسر تبعولي رفيق طنبا اللي هو لو منه ما كان في هالغنية ما كنتوا تعرفوها. وجهله تحيه كبيره لرفيق طنبا. He was the one who discovered me through the jingles. يعني الدعايات. مين كتب الغنية؟ انا كتبتها. انت كتبتها وانت لحنتها. نعم.
طب وقت كتبت هالغنية وقت لحنتها كنت مفكر انه رح تعمل هيدا الإفيه اللي بس كنت حب الميوزك since I was a kid. قدي كان عمرك وقت كتبتها؟ 75 يعني كنت بال 17 something 14 17 سنة رجع 55 هلا بقى مو العملية العمر كله العمر كله قاس. طب شو سر الغنية؟ ليش ضاينت هالقد؟ ليش أجيال سمعوا هيدي الغنية وضلت عم تلعب على الراديو؟ يعني اليوم على الراديو بتوقت تسمع بتضلك تسمع هيدي الغنية دائما على فالنتاين بتضلها نسمع فيها. شو سر الغنية اليوم ضاين 30 سنة؟ يعني اليوم في كتير ناس بيعملوا أغاني وخاصة هون بالإنجليزي بلبنان، يعني قليل حتى واحد يعمل غنية بالإنجليزي بلبنان وتضاين هالقد. بس اسال مرتي لانه هي اكتشفت انه رح تنجح الغنيه. انا كنت بفكر ايكوز رح ينجح، قلت لا هي الغنيه بتنجح. بتصور لانه فيها لاف، فيها كلام صادق، وبتصور لانه كل انسان بحاجه لحب. يعني انا بعتبر كل انسان بده حب، بس في ناس ما عم بيلاقوا هالحب، عم بيروحوا بغير مضمار، عم بيعيشوا بغير طريقه، ولكن كل انسان من جوا خلق ليحب. وبتصور عشان هيك حبوا. انت قاس كتبت لمرتك؟ انا كتبتها ما بعرف كان تين ايجر بس ما كنت مع بوقت. لا 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 مين كان انسبيريشن تبعتك؟ بدك تخرب له هيك ما بالعكس ما بتعرف كل حياتي وكل قصه حياتي والما بتعرف مرتك ما بعرف اي وحده ما اي دونت ريمبر. بس من وقتها لليوم ما في كوبل ما في حدا مش مارقه بحياته ما اسمها غنية حدا يعني من وقتها مزبوط. كل في ناس تجوزوا عليها انه غرموا ببعضهم بس حلقه بقلبنا للجيل اللي سمعها بكير يعني مثل انا ورولا وهلا بيير طلع بيقول من وقت ما خلق بيسمعها. طيب ليه وقفنا من بعض؟ للاسف مش انا اللي وقفت، انا عامل 109 اغاني هلا يعني 109 اغاني؟ عندي 109 ليركس. وينه؟ طيب ليه قطعنا لكن اذا هيك؟ ايه بس ما في برودكشن وانا ماني مليونير مديونير انه مديون كيف بدي اعمل برودكشن؟ مديون يعني يعني بتنزل اغنيتك باذاعه بلبنان نزلت وثانكس فور نوستالجيا لاكثر شيء مش لانه انا هون بس نوستالجيا من اول ما بلشت قبل كانت أرمال. هن اللي دعموا هالغنية هي شعار نوستالجيا ليجند واغنيتها كانت ليجند يعني وصارت ليجند وفي كمان اذر شانلز حطوها بعدها لليوم عم تلعب بس اذا انت قبضت فرانك انا قبضت فرانك اذا انت قبضت حقها كلنا بالهوا سوا كل لحظة نجاح الغنية كله على مدى 30 سنة قد ايه فوت لك مصاري؟ ماشي بس ماشي ابدا؟ ليه؟ ساسام اليوم ما عطوك مصاري؟ وير ان لبنان ما بيطلع لك من ساسام؟ ساسام بتروح لعنده بيقول لك ما عم بيجينا مصاري من السوق و نعم يعني ما بعرف اي كايند اوف سسام عندنا هون. هيدي الغنيه تقول لي بتشيتها تنعمل بافلام او بمسلسلات يعني وضع شيء هيدا الالبوم اجينا رفيق تمبا لما راح على باريس نعم اجينا اكسبتنس من وورنر براذرز واجينا اكسبتنس من فيليبس واو وجاب لي الكونترايات لهون قال لي جاس وي ميد ات عملنا كونترا بس كان لا كنت انا بعدني شاب ومغروم كثير بلبنان بعدني مغروم بلبنان بحب لبنان قال لي بس ما نترك فوريفر لانه بيدفعوا عليك مصاري كثير فور ادفرتايزنج وهيدا بدك تضلك حد هون وبيعملوا لك سبيشال تريتمنت. قد ايه عمرك بوقتها؟ اي واز اباوت 20 ييرز 21 يير. وكان عندك كونترا مع وورنر براذرز؟ اجينا كونترا من وورنر براذرز واجينا كونترا من فيليبس. تبدا مع قرارك؟ وبعدين لما تجوزت رحت انا ومرتي على اليونان كمان اي ام اي كولومبيا انترناشونال كمان وافقوا. كان لازم تترك البلد تترك كل شيء وتغادر تعيش بامريكا كرمال يمشي الحال ولا كان فيك تروح وتجي؟ هي فرنسا كانت بباريس. نعم بباريس. هو لولا اخذت الكونتريات يمكن ما كنتوا تعرفتوا علي ما كنت تعرفت عليك يمكن ما كنت تعرفت عليك ما كنا وصلنا لك بركي بس في شغله نعم. لكم في 100 كاس فرح بكل ضيعه بلبنان بكل بيت في مزبوط بكل بيت في فنان وهلا لما شفت انتوني كبر قلبي وكبر قلبي اكثر لما شفته عم بفكر بالارتست الموجودين بلبنان يعني شوف التواضع عند الفنان الحقيقي بيكون عنده حب للفنانين الاخرين مش انه انا وبس قصدت انه بشي على القرار اللي اتخذته بوقتها لا ما بندم لانه لولا فليت ما كنت عرفت عمرتي اه الحب اقوى بما انه اليوم عم نعيد الحب بعيد الحب الحب كان اقوى اكيد دائما بحياتك بقرارات مصيريه لحقت قلبك قبل ما تلحق
قلبي بخصوص شو؟ بعدت خيارات هون، كان خيار عمل وكان خيار كارير وكان خيار بالنهايه قلبي بالبلد مستقبل و... كنت حب انه اعمل شيء للفنانين بلبنان انا جروب يعني كنت حب انه نشارك كلنا سوا نقدر نخلق شيء جديد نقدمه للدوله بلكي بيعملوا لنا برودكشن هاوس هاوسز للبنانيين بدل ما يفلوا لبرا بس ما قدرنا نجحنا حاولت يعني حاولت جربت اعمل شيء جماعه شو 14 مغني ما فينا نسميهم كلهم مشان ما ننسى حدا منهم نعم وعملنا فتحنا البرج قبل ما يعمروا للبرج وعملنا بيس كونسرت سميناه شانتون لا بي اذا حدا ذاكره غنينا بالبرج جمعنا مثل ما كانوا يقولوا شرقي وغربي برهنت لهم انه ما في شرقي وما في غربي الشعب اللبناني واحد قدرنا جبنا 110,000 خليقه على نص ال 110,000 شخص 110,000 عندي هذا الكونسرت عندي صور عندي ارشيف عليه كثير حلو ولكن بالاخير انشحطنا قاس بعد ما قطعت بكل هول التجارب اليوم نعم كيف توصف علاقتك مع لبنان وهالعلاقه يلي بالنسبه لك كانت اقوى من كل باقي العلاقات بتصور علاقتي مع لبنان مع مثل كل فنان علاقته مع لبنان يعني الفنان هون بس اذا ما عنده سوري اذا ما عنده صدر حلو وفخات حلوين مين قال صدرك كثير حلو ما بعرف بيركب لا مش عم نشجع الريل ارتس يعني ارتست في كثير ارتست عم بقول لك في كثير قصص وفي كثير توني بلبنان بس ما عم نهتم فيهم ما عم نعيط لهم بالاخير شو بحصله؟ قص بدي اقول لك شغله انت بلشت 75 نعم انشرتها 82 كثير بطيء بليز هيدي لغنيتك وهيدي لفنك بس هيدي لهجومك كون كثير هجومي اكثر بدي كون هجومي؟ هجومي اكثر اوكي قص غنيتك هي طفولتي وادوليسانس تبعي وبعد عايشه انا بقول لك انه حتى لو مطعمتك خبز بس رح استعير من جبران ومن فيروز جمله فالغنى سر الخلود اعطيتك الخلود لانه بعد عايشه غنيتك انت بعدك عايش انا بقول لك انه لازم ضروري تو جراب ان اوبورتونيتي وتعمل شيء 109 اغاني يعني كتار وحرام ثلاثه اربع وحرام حرام ما العالم تتسمع بركي جروب هو واولاده بقدون مثلا مايت بي ان ايديا كان بي بس لازم يو هاف تو بي مور اكتف يعني لازم ان شاء الله رولا منصور اوه شو غنوا لي اياها غنيتك يا جاي بمزح طلع وين ما كان بس يعني بعرف انه في كثير استعملوا البارولات يعني بالمساجات وغنوها لصحبتهم وهيك بعدين هذا اهم بكثير من الماديات وشو بيطلع لك منها بقد شو تارك يعني ب عند كل هالناس ثانك يو حبيبي وكثير غنوا لي اياها كمان انا فخور فيكم يعني ثانك يو لا مضبوط كلنا ربينا عليها ومثل ما عم تقول رولا ومثل ما انت حدا غنى لك اياها لا انا مش شاستا مثل ما عم تقول باتريسيا حطتك الخلود ومضبوط بس بنفس الوقت حسست كثير من الناس اللي بحبوا هذا النوع من الفن مثل كانهم ايتام انه لا يتمتنا بكير كنت لحقتنا بكم غنيه بعد كمان مثل راشد هون بصير بحسك قد ما اخي اعمل شيء إن كان مع العائلة ولا واحدة بس عمول شيء. I promise. جاس أنا اسمح لي أقدم لك هيدي الوردة لأنه اليوم فالنتاين والغنية اللي غنيت لنا إياها بتعقد يلي ما بتموت مثل ما غنيت. Thank you very much. Thank you very much. لازم نغني تطلع لنا بوسة. بس فرح أنا بدي أقول لك إنه فعلا عندك خامة صوتية تتميز كتير فيها. أنت موهبة مهمة كتير بلبنان. قطعت على أجيال كتير. وأجيال عديدة يعني من أهلي لأنا اليوم لبكرة أكيد أولادي رح سمعون هيدي الغنية ونحن على حبنا قدم نحب هالغنية قدم نحب الموهبة اللبنانية وقدم نحبك لإلك كمان شخصيا بركة عنا هيك شوي زعل إنه اليوم قاس فرح ما عم نشوفه بأعمال جديدة مشان هيك بدنا نتمنى لك دائما الخير إن جامعة خطاها مثل ما بيقولوا وهوبفلي نرجع نشوف كومباك لقاس فرح قريبا الله رب Thank you very much. لألك. Thank you. وبهنيك بهنيك على هذا البروجرام لأنه عم بتضوي على كتير أمور كتير حلوة بلبنان. We need to know it. We need to see it. في كتير أمور حلوة كتير وناجحة بلبنان وأنت واحدة منهم. شكرا كتير لألك قص فرح. Thank you very much. ميرسي. تابعينا من الآخر وهلا بلا قطع عن حديثكم. ميرسي. Thank you.
عمرهم بس 13 سنة بس تربطوا علاقة مميزة، تعرفوا على بعض بالمدرسة من تقريباً 3 سنين وصارت علاقتهم يوم بعد يوم تقوى، بيعرفوا كل شيء عن بعض وحتى الأمور العائلية. أكيد بهذا العمر بيكون حب كتير بريء، مشان هيك عندهم كتير قصص يخبرون ليهم، خاصة أنه جوي عنده شيء مهم جاي يقول ليه لستيفاني. خلينا نستقبلهم سوا، جوي وستيفاني. جوي وستيفاني اهلا وسهلا فيكم. بونسوار. جوي قالوا لي عنك شاب سوبر رومانسي وبتحب دائما تفاجئها لستيفاني. خبرنا اولا كيف تعرفتوا على بعض؟ من 3 سنين معنا ذات البست فريند واحدة اسمها كارلا، معها كانت بالكورال ومعها كانت كل وقت معها. نعم. فعرفتنا على بعض وبلشنا انه كنا بذات الصف من سنتين وكل وقت نحكي 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 كثير عنا اشياء كومن. وسنت تحكوا بالصف ولا تحكوا برا الصف؟ بيناتهم. قطع لها مساجات عوراء؟ ايه مرات بس انه ما تشوف المعلمه يعني. نعم. وبعدين سنت الماضي كمان كنا بذات الصف، وسنت الماضي اكثر شيء كان عنا انه كنا عن جد بس فريندز، وكان كثير ناس هيك يشوفونا انه اكيد هن مصاحبين كثير بيحبوا بعض. نعم. لا ما هيك اشياء. انتم مصاحبين؟ ستيفاني؟ لا مش مصاحبين بس كثير قراب. كثير قراب مثل مصاحبين. ما بقدر هلا بيعرف انه اذا الناس بيشوفونا كيف ما نحن عنا انه علاقه مع بعض اكيد بيفكروا مصاحبين. وانه هالسنه مانا بذات الصف بس انه عنا دائما كونتاكت، وانه هيك كل يوم بنشوف بعض بنحكي بالكور، مرات هيك بنظهر من الصف وقت بنكون برات الصف. نعم. بنروح بنسلم على بتغار عليه؟ كيف يعني؟ يعني اذا شفتها مع شاب تاني عم بيحكي معه اول شيء بسال مين هو، لانه عاده كل مره بشوفها مع شاب تاني يا مين بيو بتقول لي وين ساكن؟ اول شيء انه ولا ليس رابعا شو بتعمل؟ بروح لعنده دغري. برافو عليك. نعم. ايه فانه عاده كل مره بيكون في شاب معه بسالها انه مين هيدا؟ بتقول لي او خيي او انه مش خيي خيي بس بعد 3 سنين لاحظت مد العين كثير كبيره. ايه في كثير كوزانات يعني. شو خبرنا ستيفاني؟ مين بيكونوا هالشباب؟ رفقاتي. مش كوزانات يعني طلعت القصه. في منهم. طب انت بتغاري عليه شيء وقت تشوفيه مع بنت حلوه؟ انه ايه وبنت بشعه؟ حبيت. كمان ايه؟ شفت طلعت صادقة أكثر منك خبرت؟ إنه بتعرف إنه بس تشوف حدا بتحبه عم بيحكي مع حدا تاني وحدا قريب عليك وبتعرف كل شيء عنه وبتحسه عم بيتقرب على شخص تاني أكيد بدك تغار. إنه قد إيه أعماركم؟ 13. اسم الله عليكم. بس عن جد يعني ل 13 سنة هالقد كأنه مين وين؟ عن جد وبتفكروا أنا بتفكروا بهموم العيلة يعني موديل 2000 موديل ال 2000 خلقوا بال 2000 خلقته بال 99. طب خبرونا هالعلاقة الحب كيف هي؟ يعني شو بتعملوا؟ وين بتظهروا؟ كيف تهتموا ببعض؟ كيف بتغنجوا؟ خبرنا. انه في كثير مرات بنظهر مع الاصحاب وفي كثير مرات الاصحاب سبيشلي وين لالي بكون بنات بيسالوني مين هيدي وبفكروا انه بتكون انا مصاحب معها وبتغار وبتفل وخسرنا. صرت خسران كذا وحده هيك ومش مصاحبه. لا ومنو منو. برافو عليك ستيفاني. مش قصدي شيء. انا لخصني فظيع. انت شغل الصف جوي؟ صراحه مش كثير ما في شغل المدرسه كلها. ايوه عرفت عمي حطت عينه. بتحكوا مع بعضكم بالواتساب؟ انه عادة هلا بنحكي ايه اكيد كل الوقت اكيد بالصف؟ اكيد ما بيقوموا على الواتساب. خبرني بالصف تستعملوا الواتساب؟ لا ما لهم حال. ما في الا مرات بتجيب سيريلاري بس بلف وساندويش بخاف. شي مرة عزمتها على عشاء اون تيت ا تيت؟ او عصرونية؟ كان في مرة كنا ثلاثة بس كيف ثابت انه الثالث ما اجى فطلع انه بس انا وياها و كثير زعلت وانبسطت اكيد. فانه عملناها كانه عادي عادي
Il est mignon. نعم وانه كانه في كثير ناس باكيد بيقولوا ديت بس انه نحن بلشنا نكمل نحكي مع بعض خلص عشاء بوسه او بلش العشاء بوسه لا انه خلص بجود باي كيس يعني على الخد شو اسمه؟ باي باي كيس اوكي بعدنا صغار شفتوا كيف يا صبايا لازم والله انا بيو لجوي عم بيوصيني فيه طلع هو بده يهتم فينا شنو شنو؟ بيو لجوي عم بيوصيني فيه طلع هو لازم يهتم فينا شي مرة عمل لي ديكوراسيون شي مرة كنا بحالات عنده شاليه هونيك كنا عم نتمشى على البحر انه هيك مثل بالفلومة فانه رفقاته راحوا ما بعرف لوين راحوا اختفوا سيئة بي مش قصد سيئة بي فانه قال لي انه تعرفي نحن انه بنعرف بعض كثير وبنعرف كثير عن بعض وبعتقد صار وقت قال لك انه I like you كثير وهيك لو انا كمان بلش بلايك والله برافو عليك برافو عليك انا متحمس قال لك منقطعه منيح ما قال لك I fuck you جوبي وستيفاني قد ايه بتحسوا ما في شيء بيفرقكم؟ يعني في شيء بكره بعد يعني هلا بعدكم صغار بس انه مثل ما شايفين مكملين سوا كبالفرندشيب اما اكثر في شيء حيفرقكم بتحسوا في شيء حتفترقوا عن بعضكم هلا في كثير صراحه في اصحاب بجربوا شو يعني مش اصحاب انه اصحاب ايه اصحاب شو يعني انه بيتقرب منك فيصير صعب يعني انه اذا بدك فيك بيكونوا يا هيدا طلع على التلفزيون تعال ضلنا معه شوي كن بيطلعنا بس كيف جربوا شو جربوا يعملوا تيفرقوكم بيلعبوا لنا بعقلاتنا كل واحد بخبروا اخبار عن الثاني مش واضح كثير مصلحجيه انه بيروح عند ستيفاني هي شفت جويا شو عنده نسوانجه بيطلع عليك اخبار انه مع غير بنات وهيك ايه بس انت قلت لها انه هول مش مزبوطين ولانه عنا لانه عنا عن جد فرنشيب كثير سوليد بتقول اي دونت كير قولي اللي بدك اياه بس انه انا رح ضلني معه انه كاصحاب برافو كاصحاب صرتوا كثير سنين مع بعض واثنيناتكم يعني اسم الله عليكم انت بتعقدي وجميلة كثير وانت ذكي كثير ومهضوم كثير يعني اثنيناتكم فيكم تصاحبوا بنات ليش ما فكرتوا تصاحبوا بعض او كل واحد منه يروح ويظهر مع حدا كمان كيف ما خلته يحكي شيء بدي اقوله نعم لانه العالم بيحكوا كثير بيطلعوا كثير اخبار وانت شو فرقانه معك عم بحكي انه من هلا انا مش انا بس نعم كيف منقول انا صراحه انه مرات فكر هيك بصير انه اذا انا وستيفاني هالقد رفقه انه نعرف انه اذا منصاحب ومنترك منصير بطل اصحاب فبيكون هيدي الريليشن اللي كنا عنا اياها وكنا كثير مبسوطين فيها يمكن تروح شي يوم او اذا منصاحب يعني كثير اكثر انه ديفلوبي على كل جوي انت قلت لنا وقت اتصلت فينا ونحن حبينا كثير المبادره تبعيتك انه عندك شيء كثير مهم بدك تعلنه على الهواء بس قبل ما نسمع من الغنيه اوكي تفضل بدك تغني معه بتغني معه تفضلي اوكي بالنسبه بالنسبه لفالنتاين سو في جو بو لاكونتي كوم one of my best, really best friends. So, رح أقدم someone like you من أدل. So, she's someone really special for me. أيوة يا جو from the
hate to turn off but of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never met or find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I bet I remember you said. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. بعد كل شيء ما عملت لك شو بتفكري هلا رح اسالك اذا بدي اكون معك صاحبينا اكيد جوي انت شاب فظيع ذكي كثير ومهضوم كثير وقبضاي كثير وبرافو عليك وانا بتمنى لك مستقبل زاهر كثير وان شاء الله دائما حياتكم دائما قدامك وان شاء الله دائما تضلك بهالعفويه وتضلك دائما عندك هيك هالقوه والاندفاع اللي انت تميزت فيه واستفاني انت كمان بتعقدي برافو مدغار هلا فشيتنا فشيت له خلقه فشيت له خلقه بعد ست سنين مش هيك بدي اقول هيدا هو الحب البريء اللي عم نحكي عنه هولن اجواء فالنتاين ان شاء الله دائما تبقوا دائما مع بعض شكرا كثير لكم شكرا كثير لوجودكم مع بعض برافو جوي بريك تاني بحلقتنا هولن اجينا لليلة ما تروحوا لمحل بريك بعد في مفاجآت كثيرة بنرجع فينا نجمع الشعر من الشخص ما لا يخلق لحتى هذا شعر من الأرن 18 من أرن 18 إيه حلو كتير كانوا يعملوا فلورز كيف تعمل إذا بياخدوا معي وقت هلا على العادة صار بسرعة بقدر أعملهم قبل أكيد كان بتاخدني كتير وقت إذا بتاخد لك وقت الوردة دقيقتين شجرة بعد ما عملت شجرة كوكي من ورا بسكوي بسكوي مغطسين بالشوكولا هلا هول معمولين فور فالنتاينز بس اكيد في غير اشكال وغير الوان بدنا حلقتنا من الاخر لليله وهلا اخر انجاز باخر انجاز لليله برعايه بنك اوف بيروت معنا شاب منجز بالاشغال الحرفيه لنعرف التفاصيل اكثر نستقبل رامي دالي مساء الخير رامي اهلا وسهلا فيك تفضل رامي دالي انت منجز لبناني معنا اليوم انجازك هو انك تعمل اشغال حرفيه بطريقه كثير مميزه لو بخبرنا شوي اكثر شو بتعمل وامتى بلشت رح احاول شوي بسط الامور ولخصها هو الموضوع بلش باهتمام بالصور القديمه لانه شفت البوم صور قديمه للعائله بدك تقول كان في شيء مثل السحر كل ما اشوف البوم صور قديم او افتح البيت تنك فيها صور قديمه نعم
فمن هيدي النقطة صرت نبش صرت as a collector for old photos فصرت نبش صور قديمة وين في لقيها فكنت أول محطة يمكن الflea markets والantique shops وكان بس اهتمام مش بس بالصور القديمة بس as well الephemera Arabic and Lebanese ephemera من الmagazines للletters للdiary books etc. النقطة اللي بدي أوصلها إنه من هيدا الاهتمام بالصورة الملموسة القديمة صار اهتمام أكثر بالانتيكس الأوبجكتس ديلي لايف أوبجكتس الملموس بما إنه الانتيكس هن أكثريتهم أوبجكتس حرفية أو أشغال حرفية فبلش الدراسة المكثفة على الانتيكس أكيد من خلال الأوكشنز اللايف أوكشنز ومن خلال سفري لبرا قدرت كنت عامل يعني كنت عرضهم باللايف أوكشنز؟ عرضت وكنت أنا أوريدي بشري كمان من لايف أوكشنز جمعت هيدا يعني صار عندك الكوليكسيون الكبيرة يس بس كم غرض عندك الكوليكس؟ مش قصة العدد بس في شو عندك قصص اليوم سوبر مهمة وسوبر فريدة من نوعها وكتير إذا ما نقول نادرة في عندي شيء من الكرافت براكتس اللي هلا نادر وما حدا بعد بيمارسه جبت سامبل منه فرجينا انت هو كلهم شاريون يا اوكي these were live practices this is an 18th century. No. It's a piece. كان يجمعوا الشعر من الشخص ما لا يخلق لحتى هذا شعر من القرن 18 من قرن 18 ايه حلو كثير كانوا يعملوا flowers and they used to make flowers out of it as a memorial. And you can memorial see بعد ما يموت بيشيلوا شعره لا مش ضروري بعد ما يموت بس تحضير أرواح نعم وين بأي بلد this is from Ireland حلو كتير okay. yeah. you can also see same concept it's an 1852 book and instead of taking photos محل ما يجب الصور على العربي 1952 هذا الكتاب كمان الشعر كمان اوكي هذول من كذا محل من كذا حدا يعني يا اتس فروم ا داتشس ان نيويورك حلو كثير ليش الشعر بالاخص لانه يمكن انه الشعر بيضاين ما بيموت لانه محل الصور الفوتوغرافيه كانوا يخلوا مثل تذكار طب اليوم هو الكل عم يتجمعون لا تعمل شو فيهم هي مثل مدرسه لالي ولغيري يعني تعريف الناس اكثر او تعريف حالي على الحرفيات على الشغل الحرفي اللي بطل هلا موجود والنادر ومن الاشياء اللي بعملها من خلال شغلي as a display artist I introduce بعرف الناس على هيدا الشغل ما بعرف اذا بدي اخذ راي راشد بحسن اللي بتصور اكثر واحد عنده القدره يجاوبنا على القصص خبرنا راشد انا بس قصه الشعر شوف رامي قصه الشعر ما عم بفهم شو بدك تعمل فيها بدك بس تعرضهم ولا بدك تستعملهم تعمل فيهم كرافتس لا مش هستعملهم اكيد اتس كوليكسيون مكتبه يعني مكتبه لالي لغيري ليشوف شو كان في كرافت براكتسز اللي بطلوا هلا سو يعني عم تجمع لانه ما فهمت منك أكيد. مزبوط عم تجمع الكرافتس يعني الحرف اللي انقرضت بايرلند مش بس بايرلند اول اوفر ذا وورلد بس سبيسيفيكلي طيب شو حابب تعمل بعدين يعني كل هالقصص اللي عم تعملهم وراح تصب وين؟ راح تصب وين قلت لك مثل ما عم بقول لك يعني اتس ريسيرش بروجكت يعني هو شيء لالي ولغيري لحتى يتعرفوا على الكايند اوف براكتسز اللي بطلوا هلا ينعملوا يعني رح تفتح معرض ولا في مشروع نفتح مش متحف بس معرض او معرض بس مش هيدا هو الشيء الاساسي اساسي اكثر لالي لحتى انا شو عم تعمل انت بتعمل هول صور اللي قطعوا انت كلهم عاملهم يعني انت جبت لنا سامبل من الشيء اللي بدك تفرج العالم
انه كان فيها الحرفه واختفت وعشوها وشوفوا شو عملوا العالم yeah. بس اللي انت عم تعملهم هن اللي عم يمرقوا ورا مزبوط. يعني اللي عم نحكيه هون مفكرينك بتجمع اشياء شوي yeah. صح هول yeah. الاشياء اللي انت بتعملهم display artist. النقطه اللي بدها اوصل لها انه من هيدا الشيء وصل له هريتنا ترى شو في ملاقي خبرنا بس بعد ما وصلت على السوق so we were projecting behind ولا اعرف رامي شو عم نشوف هون هلا as a profession as a display artist هون عم تشوفوا window displays عاملون نعم. ما بعرف اذا فيني اروح شوي لورا لانه كده عم فاجي كيف الدول هاوس القديم اللي انا جبته استوحيت منه حتى اعمل الويندو ديسبلاي هيدا نعم so the idea is really trying to show how the antiques are inspiring me to produce the current work كيف فيك تستعمل قصص من الانتيك انتيكا ترجع تعملها بلكي تكون ترندي راشد بحصل كيف تقيم هالانجاز من الاخر شوف انا اللي شفته هون ما فيني اقيمه بس انا فيني اقيم اللي عم شوفه على الشاشه اللي بشوفه على الشاشه كثير حلو صراحه والفكره انك عم تشجع الحرفيه اللي هي عنا صارت كتير عم تعيد حالها عم تغير فيها. بدرس أنا مور من الآخر. أنا كتير تعلقت بهذا الشيء خوفني بالأول بس بعدين حسيت قديش حلو أنا مثلك بتعلق بالقصص بصير بحب فتش بالقصص القديمة وكتير عم إنسبايرد من ورا هون. So I wish you luck. ياسر رامي. شغلك حلو وأتفهمنا كان كتير حلو يعني حبيت. أنا كمان حبيت حسيت في ميكس خالط يعني الصور كأنه في مودرن تايمز وانشنت تايمز حلو عندها سبستانس أنا كمان بأي. جورج حرب. انا صراحه كنت بعدني ضايع ولو مو يعني لو ما عرفت شو عم تعمل كنت بعدني عم بتطلع هيك انه بدي يمكن لاول مره كنت اعمل هيك بس وقت رجعت فهمت انه انت هول عم تنجزهم وهي كانت الشق الانترودكشن للخبريه لا كمان اي وش لك ومن الاخر ولك هذا انا كمان حبيت كثير شو شفنا هون وبدي اقول لك من لبنان شو اشتريت من لبنان في كذا شغله بس ما اهم شغله اشتريتها يمكن الصور اللبنانية القديمة صور اللبنانية برافو للآخر رامي باقة بيروت حبيت تفتح لك حساب ورح نحول لك مبلغ على الحساب لكان الاسم رامي دالي كم ثمسات طلعنا؟ ستة يعني 3000 دولار فالنتاين وعيد المحبة هابي فالنتاين مساحب رامي I'm single. Single. بركي بهال 3000 دولار بتلاقي. صح. شكرا كثير والف مبروك لك وشكرا كثير لوجودك معنا الليلة. متابعين من الاخر وهلا شو في جديد على الساحة. درست إدارة أعمال فنادق ومطاعم واشتغلت لمدة سنتين بتنظيم الأعراس إنما شغفها الكبير لصناعة الحلويات وتشجيعها من الناس دفعها افتتاح سارس بيكري المميز خلينا نتعرف أكثر مع سارة برمانة هاي سارة هابي فالنتاين تفضلي اولا بدي اقول لك ميرسي للبوكي اللي جبتي لنا اياه يعني نحن كمان نجيب لك بوكي على فالنتاين من شو معمول هالبوبي؟ كله من كب كيكس كله من ميني كب كيكس وكب كيكس كبار معمول لنا انفورم دو هوز مش معقول كيف محطوطين؟ مشكوكين بكيردون وكيف بيتاكلوا ولا بس منظر؟ لا اكيد بيتاكلوا بتسحب كب كيك وتاكل وحده هيك ما لك قلب اذا بدك بهالطريقه لا ما لها قلب ذوق اللي برا بتنسحب هيك يعني لك روق شوي هلا انت ماشي الحال نقلب ونص ميتين جوع كلنا فمان طب سارة ما رح بلش بالاسئله رح بلش رولا منصور سارة بدي اسالك انت بتتكلي اكثر على الديزاين تبع يعني شو السبيشاليتي تبعك ليش الكب ليه بدي اروح لعندك نقي كب كيكس او جاتو صراحة لا مش بس ديزاين كمان طعمة هلا انا مينلي بشتغل من البيت وكله فريش مشان هيك العالم كثير عم تحب الفكرة انه اتس هوم ميد اند اتس فريش ما في شيء فروزن ما في شيء محضر قبل بوقت كله فريش اند هوم ميد مشان هيك العالم كثير عم تحب بس وتصير شغلكم احسن يعني تصير عم تشتغلي فيها وتبيعي بضلوا كمان كله زيت كونسبت الهوم ميد يعني ما بتصير بدك تشتري كميات كبار بتصير انا هيدي هي المشكلة الوحيدة انه ما عم كبر وليميتي شوي بالطلبات يعني مثلا بيوصل مرحله انه بالنهار انا ما بقى فيني اخذ اكثر من 10 طلبات من وراء انه بدي اخلي كل شيء هوم ميد وفرش وما بدي كبير طب تنرجع على اساس الفكره كيف طلعت معك الفكره
صراحة هيك دي جو او لندما يعني ما قررت انه انا اليوم بدي بلش بسالز هوم بيكري. تركت شغلي وقاعدة عم بحكي مع اصحابي انه شو معقول اعمل شو معقول اشتغل، وقالوا لي انه انت بتحب البيستي ليش ما بتبلش من البيت. هلا بلشت بديسير واحد وبلشت بيع هذا الديسير، ونهار نهار ورا نهار صار عندي صارز هوم بيكري. عم نشوف بعض الصور على الشاشة. يس. طب سارس سؤال عم بقرا بالستاتستيك انه تقريبا 70-75% من العالم بس يسألون اذا عندهم شوا بين جاتو من الباتيسريات او من البولانجريات او جاتو هوم ميد. كلهم بنقوا الهوم ميد، بس عمليا على الارض بما انكم ما نكون كتار اللي بتعملوا هوم ميد وما فيكم تاخذوا كتير، اغلبيه الناس عم تشتري من غير مطرح. يعني ما عم تترجم هالستاتستيك على الواقع، هل لانه بعد السلكشن لانه كل شيء فريش وكل شيء فاينست وهذا غالي على العامة يعني. العالم مزبوط يعني ونت هوم ميد اغلى من غير لانه انت ما عندك ستوك قبل بوقت، وبعدين عم تشتري انغريديان العالم عم تشتري لبيتها، يعني مش عم بشتري كميه زبده او كميه كريم او بيض. طب اغلى يعني اغلى ب 20% تقريبا. اوف. طب ساره من وين عم تستوحي؟ يعني مثلا طلع معك هالبوكيه مش معوش طيب اصلا كيف غير الطعمه اكيد انه بيير ما ان شاء الله يخلي لنا شيء بيير على فكره بس في كب كيك بس من وين عم تستوحي بلدك انا صايم بيير ما في صوم مقبول يا رب. يعني بعمل ريسيرش كثير على الانترنت، في عندي دي ريسيت، بزيد قصص بشيل قصص، وانا من يعني كنت من زمان ارسم كمان سو فوت الفن والرسم بس هلا بدك الشغله اليوم اذا بنشوف كوتي ارتستيك عندك ناحيه وحدتك كنت استاذه بالاليو كمان هلا فهمنا القصه كلها. طب ساره اذا عم نشوف هون البيتال يعني هول كيف تعمل اذا بياخذوا معك وقت؟ هلا على العاده صار بسرعه بقدر اعملهم، قبل اكيد كنت تاخذني كثير وقت. قد بتاخذ لك وقت الورده؟ دقيقتين. شجره بعد ما عم تشجر. مين عم بيساعدك؟ صراحة أنا بشتغل لحالي كمان، يعني one of the reasons ليش كمان الليميتر أنا عم بشتغل لحالي وما عم بوثق بحدا قدر إنه يساعدني. لحالك بالبيت؟ لحالي. أوف. صار عندك لوفات أو دايت؟ رح بلش بالدومين اللوفات، أنا في كتير طلب على هيدا الشيء. سالي عم بتساعدك شيء ولا ما كتير؟ لا أبداً، سالي بس بتاكل. وجهت عينا سالي أختك سالي للمشي. طب سالي غير الكوب كيكس هلأ هون عم شوف في شوكولا. شوكولا كمان الشوكولا معمولين بقلب كاب وهيدا شو القصة؟ هولي كوكي من ورا بسكوي مغطسين بالشوكولا. هلأ هول معمولين فور فالنتاينز بس أكيد في غير أشكال وغير ألوان، وكمان بلشت كمان شوكولا مش من زمان لكل المناسبات. طب سارة عادة تعطي رساتك لحدا؟ اي اكيد. ولا طب خليني اسالك بس سؤال واحد بليز شو بنعمل يطلع الشوكولا هالقد بلمع؟ ما حد خبرك. الشوكولا في ما يهبط الجاتو. في طريقه لازم تسخني فيها الشوكولا على حراره معينه بتجعل يعني الحراره اللي بتاثر اذا يعني اند غري زيد او اقل معقول ما يقعد يلمع ويحترق الشوكولا. او بتروحي بتشتريه من عند ما دام اذا قاعده بالبيت ايدي لكن اشتريت بيت ابدا. ساره بده يجي وقت بدك تكبري يعني حتوصل لاعمال هلا بلشت تعملي جاتو بعدين واتفر يعني كيف بدك تعملي كيف بدك تنقي العالم اللي معك اللي بده يشتغلوا لتوثقي فيهم شو بيكونوا يعني صراحه هذا سؤال كثير عم بيسالوني وصعب لانه ما عم بوثق بحدا صراحه ويعني بدك تكبري بدك تجيب بيك ستاف وبدك تعلمهم اكيد وصراحه طالع عبالك تكون الروسات لها يعني نعرف كثير في عالم بتفوت بلشت تتعلم وبتاخذ لي روسات وانا ما بدي ما كثير بعبالي في في طموح بكل واحد ياسس بزنس بالنهايه بزنس هيدا ما عم تعملي بلش وقت كل واحد ياسس بزنس يبلش يكون عنده شخصيه بيشتغل من عنده بعدين الكاستمرز الكونسيومرز بيكبروا بيصيروا 4-5-6 وصولا ل10 بضل عندك الطموح تقدر بركي تلبي 20 زبون يعني رح توصل لهي النقطة وتاخذي قرار انه بدك تجيبي حدا رح اضطر بالنهاية كرمال كبر اعمل هذا الشيء اكيد بعدين ما تخافي دائما فيك تحمي حالك من
جان سكري او فولد روسات انا محامي دبر حاله دوره عند فوشون او لا بتعمل دعايه لحدا يعني او بعرف ولا مره بس انه دائما كنت اعمل ريسيرش امتين بيعطوا ديكور وهيك قصص بس ولا مره وكثير على بالي اعمل هذا الشيء انه شيء كثير مهم هلا انا صراحه تعلمت لحالي يعني فوت على يوتيوب على جوجل بين الله عليك بروفيشنال لحالي عن جد انتم ما دقتوا بس كثير طيبه فوق نعم هي من الاخر راشد بحصلي من الاخر حقيقه Thank you. باتريسيا نامور. من الآخر you're an artist سارة والأكل كتير طيب وبعدين من الريحة بعدني عم بنقور هيك عم بتفرجي. اسمهم تي كب كيكس بينخبز بالكب. بهيدي بنخبز فيها. أما لازم. بس وقت بتشميها بتحس الباتر ال good quality باتر. Exactly. Like fine quality exactly. مش بتحس إنه مزبوط. So it smells great. طبعا كيلو amazing. انا نادر اخلص سام لقلك بس انه اللي شايفه كتير في تلجة ويكلها بعدين بدو شيء لك خيام وتلجة كمان عفوا عشان كب كيكس انا وقت اجيب كب كيكس بيقولوا لي فيك تحطوا بالبرات وفيك تحطوا برات البرات مزبوط. وين اسمي حطوهم العالم هو اول التيم لما يكون تقس منيح يعني بيضلهم برات البرات من بعد ثلاث سام لازم ينحطوا بالبرات قد ايه؟ خمس ايام ماكسيموم من بعدها بخمس ايام يعني ماكسيموم بيضاين جمعة 5 جور ماكسيموم اوكي رولا منصور سوري عم بلاطع الحديث ده حرق المشاهدين شوي هلا ادقتها كثير طيبه كثير عن جد ثانك يو ميتين من الجوع يعني جيتي من الله ميرسي حبيبي انا اكلت شقفك من الكعب تما تصورنا الكاميرا بس لا فريمون شكلهم كثير حلو الطعمه كثير طيبه وما فينا اقول لك الا جود لك في حال كبرتي ورحت اكبر ثانك يو ورودا كعدة ليك سارة برومانا نحن بنقول لك برافو على كل شيء عم تعمليه فعلا جمعتي ما بين الفن والطبخ ومبين انك تلمسته لراشد من الفن والالوان والمزج بالالوان ما خص هيدي سوري هيدي شطارتها بالالوان والمزج كل شيء والله برافو عليك مش هيك بنقول لك سارة عن جد برافو على كل شيء بتعمليه وهابي فالنتاين سيم تو يو ثانك يو سارة ثانك يو بريك أخير أنتم ما تروح ماشي لمحل بريك ونرجع تكون صريح معكم لأول مرة بتصير بلبنان هو شخص يطلب شخص تاني خلال البرنامج تقول رح أرجع عيدة لكل أهالي هالصبية وكل اللي بيعرفوها ما يتصلوا فيها هلأ أبدا لأنه هي بوقت العرض الحلقة رح تكون موجودة بسيتياسو ما رح تعرف متابعين حلقة الليلة يلي هي خاصة بفالنتاين وهلا بلا قطع عن حديثكم لكل الصبايا يلي عم تحضرنا هلا اسمعوا منيح شاب لبناني أسمر تحت 30 سنة أكثر من هيك ما فيي أعطيكم تفاصيل جاي بمهمة خاصة أهم شيء بدنا نطلب من كل الأشخاص يلي بيعرفوا ويلي بيعرفوا صديقته ما يتصلوا أبداً لنترك من المفاجأة بوقتها لايف بروبوزل رح تصير بقلب من الآخر مباشرة على الهواء هلأ بنستقبل سوا ما رح لكم اسمه خليه يفوت مروان اهلا وسهلا فيك تفضل مروان اهلا وسهلا فيك بيير مروان على التليفون قلت لي جاي بمهمه خاصه صحيح انا جاي اخبركم نعم انه انا وحبيبتي اللي صار لي انا وياها اربع سنين بالصدفة كل ما ندور الـ MTV بيطلع لنا بيير بيظهر حرام عليكم نعم وحبيبتي هي من اذا بدك من الفانز تبعك شي ادمايرز يو شي از جورنالست انا بدي اطلبها هلا ولا انت لا انا غردوي انتبه لا سو جاي انا قصدت هيدا البروجرام تحديدا لانه هي كثير بتحضر هيدا البروجرام قصدت هيدا البروجرام تطلبها على الهواء لايف مروان انت رح تعمل شغله تكون صريح معك لاول مره بتصير بلبنان لا. هو شخص يطلب شخص ثاني خلال البرنامج
تقول رح ارجع عيدها لكل اهالي هالصبيه وكل اللي بيعرفوها ما يتصلوا فيها هلا ابدا، لانه هي بوقت العرض الحلقه رح تكون موجوده بالسيتياسيون ما رح تعرف، ورح تسمع بس البروبوزل منك على شاشه التلفزيون اللي موجوده بالمكان اللي هي رح تكون قاعده فيه، وان شاء الله رح تكون سيربريز كثير حلوه. تفضل شو عندك تقول له؟ انا صراحه محضر له مثل بوتري بالعربي. بتقول رحب بك. بدي اقول شغله، انا حكيت بالموضوع قبل بوقت؟ اكيد لا. لا اكيد لا، بس ترجع لي هي النتيجه المفروض تكون واثق من حالي. هيك احلى. تفضل كاميرا لك. رحب بك، ما زال الارض تبرم حول الشمس كتير، برمت الدنيا بطول وعرض حتى نويت على التسكير، حبي إلك منو فرض، حبي أعجز من تفسير، مني جاي أعمل عرض، حبي أنا أكبر بكتير، فكرت العمر باقي حتى تعبت من التفكير، رح تقتلني أشواقي وعلى الخطبة ما بقى بكير. جانو ألبير بركات، بي ماين، بي ماي فالنتاين، بي ماي فيانسي. فالنتاين، شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، ولا هون بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليله. حلو كثير، في حدا بعد بده يطلب ايد حدا؟ على كل هول كانوا اجوائنا، حلقه مليئه بالمفاجات والحب، ان شاء الله دائما تضلكم عم بتحبوا بعض، وان شاء الله دائما الحب يكون هو دائما الطاغي بكل علاقه بين شخصين. لكل الاشخاص اللي اليوم عم بعيدوا فالنتاين وهن مصاحبين وهن مجوزين بنقول لكم الف مبروك، لكل الاشخاص اللي اليوم عم بيعملوا بروبوزل، لان في كثير اشخاص بينتروا فالنتاين تيعملوا بروبوزل، بنقول لكم كمان الف مبروك، وفي كثير من الاشخاص بيتجوزوا اليوم كمان ب 14 شهر يعني بكره، بنقول لهم لك انا الف مبروك، عم يقولوا لي بعد دقيقه بنكون صرنا ب 14 شهر، مش هيك بدي اقول هابي فالنتاين للجميع. شكرا كثير راشد محصلي، باتريسيا نمور، الياسر رامي، رولا منصور، جورج حرب، ورولا كعب، شكرا لكم، شكرا لكل الاشخاص اللي ساعدونا لتحضير هذه الحلقه، تحيه كثير كبيره لكل فريق العمل تبع برنامج من الاخر، باتريسيا صقر، ديما جمال، رشاد سماحه، وريتا منصور، اكيد البروديوسر رالف مطر، والمخرج ميشيل صليبا. شكرا كثير لكم، انتم كمان اذا حابين ترجعوا تحضروا هيدي الحلقه فيكم تحضروها على الرقم على العنوان يلي عم يقطع فيه اسفل الشاشه. هابي فالنتاين لكل المشاهدين يلي عم يتابعونا وين ما كنتوا موجودين، ان شاء الله ايامكم كلها بتكون ايامات حب وسعاده، وان شاء الله دائما تضلكم عم بتحبوا بعض. نحن بنرجع نلتقي الاسبوع الجاي بحلقه جديده من الاخر بنفس الوقت دائما على الام تي في، بهالوقت من هلا للاسبوع الجاي فيكم تتواصلوا دائما معنا عبر تويتر وفيسبوك. هابي فالنتاين، تشاو.